رسم عندي هوايه وشو بشتغل كده كده فراغ. دخلت في الاول حمدون صباح، وتاني مره بوظت الصوت اللوحه اللي انا مرسمها ما اقدرش اخرج بيها بره التحرير عشان كلها بتبقى نقد على المجلس العسكري، يعني ممكن في دقيقه الف الشعر. الرسم بقى بتاع ساعتين ثلاثه، هو طبيعي في اي دوله في العالم، يعني الثوره ما بتبقاش اكتر من 5% والباقي كله ضد الثوره، والعالم كلها عارفه مين اللي ضد الثوره. ضد الثوره الناس الحراميه اللي البلد معاهم مستمره، السرقه مستمره وما عندهمش مشاكل. الثوره بالنسبه لهم توقف حالهم، هم مش عاوزين الثوره. انا عاوزه او اول حاجه بطلبها منه الناس اللي هي اتسببت ان هو يقعد على الكرسي دوت، الناس اللي هو الشهداء والمعتقلين، عاوزه بدون مناقشه يخرج المعتقلين عشان حرام يبقى احنا كلنا بنحتفل بيه والناس هناك بتتعذب. دي مش هتاخد منه اكتر من قرار كده، وبعد كده احنا كلنا معاه في انه يحقق مطالب الثوره. بس عاوزه يفتكر حاجه مهمه قوي وما ينساهاش ابدا، ان المجلس العسكري هو الثوره المضاده. انا عاوزه يحط دي في دماغه في اي تعامل ليه مع العساكر، مع العسكري، ان المجلس العسكري هو الثوره المضاده. كل طنطاوي مصر دي مش بلدك، مصر دي مش بتاعتك عشان تتحكم فينا.